عثمان عمر يصفر بداية الشوط الثاني من مباراة العراق وعمان. كرة مع الفريق العماني. الفريق العماني ما أجرى أي تبديل وكذلك الفريق العراقي ما أجرى أي تبديل، ونحن في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وهذا اللاعب علي البلوشي يلعب الرمية الجانبية وكرة من غلام خميس. ترجع الكرة من صادق إلى أحمد جاسم حارس مرمى العراق. عدنان درجع. عدنان تستلم على حسين وحسين والكرة مع الفريق العماني وتنقطع، كان هناك تسلل لكن الحكم وهجمة وكريم محمد علاوي، كريم يرجع كرة لكن ما يسيطر عليها، سريعة أحمد جاسم سريعة كانت وضربة زاوية لفريق عمان. ضربة زاوية للفريق العماني يلعبها علي البلوشي وهذا خليل محمد علاوي وأحمد ولعبة الكرة وترتد مرة أخرى بكريم محمد علاوي وعلي البلوشي، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، ضربة رأس من حسين ومن بعيد إلى الأوت. اللاعب سالم رجب يلعب كرة إلى الأوت وضربة مرمى للفريق العراقي. أحمد جاسم إلى عدنان درجان. عدنان درجان كرة عالية. خليل وأحمد راضي وأوت للعراق. رمية جانبية للعراق. أحمد راضي يلعب الرمية الجانبية. كريم رحيم وكريم علاوي كان وتسلل على البعيد، يعني هاي الإشارة على اللاعب البعيد للجهة الأخرى. وتلعب الكرة من طالب ناصر إلى حارس المرمى وقريب منه كان أحمد راضي ومناولة باليد ومدافع جمعة أحمد يرجع إلى حارس المرمى مرة أخرى. كرة عالية. هلال سالم رجب كرة عالية. أحمد جاسم يسيطر على الكرة. غانم عريبي سلام هاشم. عدنان درجال وعلي حسين تنقطع الكرة منه مرة أخرى. غلام خميس كرة وتروح إلى أحمد جاسم يمسكها. عدنان درجال حسين سعيد وعلي حسين ما تنقطع الكرة من الفريق العماني. غانم عرب ما يسيطر عليها وتسلل ضد فريق عمان. تسلل ضد الفريق العماني وهذا سلام هاشم. وعدنان درجال يلعب الكرة. كرة عالية. ضربة رأس. وإلى الأوت. ضربة مرمى لفريق عمان. طالب ناصر يستلم كرة من حارس المرمى العماني. طالب إلى حارس المرمى حميد عبد الله. كرة عالية. صادق ضربة رأس
وخليل محمد علاوي وأوت للعراق. رحيم حميد قريب من طالب ناصر وخليل محمد علاوي يلعب الرمية الجانبية، لعبة الرمية الجانبية إلى صادق موسى، صادق موسى مناولة وتروح من طالب إلى حارس المرمى. عاد جمعة أحمد إلى سالم رجب إلى الكابتن غلام خميس، ومناولة إلى جهة اليسار علي البلوشي. علي تحويلة وضربة رأس من عدنان وعلي حسين، وتنقطع من طالب ناصر إلى الأوت ورمية جانبية للفريق العراقي. يلعب الرمية الجانبية، عدنان يرجع كرة إلى أحمد جاسم ويستلم كرة وإلى أحمد جاسم. سلام عدنان، خليل محمد علاوي، أحمد راضي، تنقطع الكرة والكرة مع الفريق العماني إلى الوسط، يسيطر على الكرة وعدنان درجال يوصلها إلى حارس المرمى أحمد جاسم. غانم عريبي، عدنان درجال، صادق موسى، حسين، كريم محمد علاوي، وتسلل رحيم حميد متقدم. كرة مع عمان إلى مدافع اليمين، كرة عالية، ضربة رأس ممتازة من عدنان، ومرة أخرى يسيطر على الفريق العماني، يراوغ وإلى جهة اليسار علي البلوشي، تحويلة من غانم وعدنان درجال، ضربة رأس يسيطر عليه المدافع اليمين العماني، يرجع إلى سالم وتنقطع الكرة إلى، كانت قوية من حسين إلى أحمد جاسم، قوية لكن أحمد جاسم ممتازة يقدر يسيطر عليها. وإلى سلام هاشم، غانم، أحمد، خليل محمد علاوي. 60 دقيقة من المباراة، العراق متقدم 2-0 لعمان. صادق إلى خليل محمد علاوي، أوت ورمية جانبية للعراق. خليل محمد علاوي اللعبة، أحمد الراضي قريب منه، وطالب ناصر يرجع إلى حارس المرمى. كرة عالية، طالب ناصر، هجمة من جهة اليمين، المدافع يطلع غانم ويخلص خليل محمد علاوي، أوت. علي حسين يلعب الرمية الجانبية، أوت للعراق. وغانم عريبي، غانم كريم، وأوت للعراق. الحكم يعتقد صفر فاول، ضربة حرة للفريق العراقي، ضربة حرة مباشرة. خليل محمد علاوي يلعب الفاول، وكرة عالية تنقطع من دفاع البحرين، من دفاع عمان، ومرة أخرى من دفاع عمان وإلى الخلف، ويسيطر عليها غانم عريبي. الجمهور هنا كيف على الدبل كيك،
كرة ممتازة إلى غانم، غانم يتقدم، غانم يقدر يضرب، غانم يضرب وتنقطع مرة أخرى، يسيطر عليها غانم ويتخلصها مدافع عمان. إلى جمعة أحمد، جمعة إلى إبراهيم بلوشي، انقطع من الفريق العراقي. حسين، الحكم يقول العب، والكابتن غلام خميس، ويقطعها سلام، وهجمة للفريق العماني، وسلام وتنقطع مرة أخرى، يقدر يضرب إلى جهة اليمين ومرة أخرى مع الفريق العماني وداخل الملعب. يقول مراقب الخط ما يأشر، وكرة عالية يضرب وتروح إلى حارس المرمى أحمد جاسم. غلام خميس يضرب علي حسين إلى غانم عريبي، صادق، خليل محمد علاوي، خليل إلى كريم محمد علاوي، ينفرد 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 وينفرد مع حلقه. جول، الهدف الثالث للفريق العراقي يسجله كريم محمد علاوي في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، في الدقيقة 70 من المباراة. مناولة بديعة من خليل محمد علاوي إلى أخوه كريم محمد علاوي، ويسجل كريم الهدف الثالث للفريق العراقي. شوف، انفرد لاعب، اثنين، ثلاثة، وحارس المرمى، وإلى يمين حارس المرمى. النتيجة 3 أهداف للعراق مقابل لا شيء للفريق العماني. كريم محمد علاوي يسجل الهدف الثالث والهدف الثاني إلى في هذه المباراة. كرة مع الفريق العماني، وضربة حرة مباشرة لعمان. لعبة الكرة، عدنان درجة، سلام هاشم، سلام هاشم، هو إلى أحمد جاسم مرة أخرى. كرة عالية من أحمد جاسم، علي حسين بينه وبين جمعة أحمد، وعلي حسين يسيطر على الكرة ويتقدم، والحكم يقول العب، يناول الكرة إلى رحيم حميد، يستلمها منه، وصفر الحكم، فاول ضد الفريق العماني. أحمد راضي يتعرض إلى أعثار، وضربة حرة مباشرة للفريق العراقي. تصادم ثماني بين أحمد راضي رقم 8 وسالم رجب رقم 8. خليل محمد علاوي قريب من أحمد راضي، ولعبة الكرة إلى خليل، وأحمد لعبت بصورة صحيحة. كريم محمد علاوي إلى حسين سعيد، وصادق، صادق موسى، خليل كان، وكرة، وصفر الحكم، تسلل ضد الفريق العراقي. كرة مع حارس المرمى حميد عبد الله، وكرة عالية، عدنان درجال، سلام هاشم، وفاول ضد الفريق العراقي. فاول ضد الفريق العراقي، يلعبها غلام خميس، غلام خميس يلعب الفاول، كرة تروح إلى أحمد جاسم ويمسك. أحمد جاسم، غانم عريبي، أحمد راضي كان، وترجع الكرة إلى الفريق العماني، سيطر عليها غانم عريبي إلى الأوتر، رمية جانبية للفريق العماني. رمية جانبية، لعبة الرمية الجانبية، أحمد يبعد كرة، حسين سعيد، علي حسين،
حسين الى علي حسين، وعلي كان ينتظر صافره من الحكم، لكن واحد يلعب على صافره الحكم، والكره مع الفريق العماني. كره عاليه الى احمد جاسم. احمد يناول عدنان درجان، كرة عالية من عدنان درجان، ضربة رأس من أحمد راضي. علي حسين يستلم كرة وفاول للفريق العراقي. عم تشوف فاول علي حسين وفاول للفريق العراقي. يعتذر منه جمعة أحمد، تصادم وضربة حرة. أحمد راضي قريب من الكرة، لعبة الكرة وخليل يضرب وداخل منطقة الجزاء، وما يسيطر عليها المدافع وخطرة ويخلصها الفريق العماني. هجمة ضد الفريق العراقي. اللاعب رقم 9 هلال حميد يناول كرة إلى الكابتن غلام خميس، وداخل منطقة الجزاء يحول كرة إلى الأوت. من هجمة خطرة على الفريق العماني إلى هجمة خطرة، هجمة للفريق العراقي. حسين سعيد، حسين يتقدم قريب من أحمد راضي، مناولة ممتازة إلى علي، علي علي يضرب، وأحمد راضي كمل الهدف الرابع للفريق العراقي في الدقيقة 34 من المباراة. أحمد راضي يسجل الهدف الرابع للفريق العراقي في الدقيقة 34 من الشوط الثاني من المباراة. مناولة من حسين إلى علي حسين، شوف ضربة قوية من علي حسين، حارس المرمى ما يسيطرها، وأحمد راضي يكملها إلى المرمى مسجلا الهدف الرابع للفريق العراقي. نتيجة الآن 4 أهداف للعراق مقابل لا شيء للفريق العماني. دقيقة 79 من المباراة، سجل أحمد راضي اللي نشاهده بالصورة رقم 8 الهدف الرابع للفريق العراقي. نتيجة 4 أهداف للعراق مقابل لا شيء لعمان، والكرة مع الفريق العماني إلى جهة اليمين، وأحمد جاسم يمسك. خليل محمد علام، خليل عدنان كرة عالية مع دفاع البحرين، مع دفاع عمان. تنقطع علي حسين، خليل محمد علاوي إلى أحمد جاسم مرة أخرى. عدنان وإلى أحمد جاسم. عدنان درجة 3 دقائق باقي على انتهاء المباراة. الفريق العراقي متقدم ب4 أهداف مقابل هدف واحد لعمان، وسلام هاشم قريب من أحمد جاسم، ومناولة باليد إلى صادق موسى. علي حسين تنقطع من علي حسين، تنقطع من علي حسين، وهجمة، هجمة الفريق العماني، ضربة قوية وبالعمود. أخطر ضربة من فريق عمان خلال المباراة. عدنان درجال يرفع كرة، ضربة خطرة قوية كانت، وهجمة الفريق العراقي. تنقطع مرة أخرى من فريق عمان، سالم رجب، وضربة أخرى ويمسكها أحمد جاسم. ضربة قوية بديعة بالعمود من فريق عمان، يردها العمود مرة أخرى نشاهدها. شوف كل ضربة جدا ممتازة من ناصر، من علي عبد الله، والكرة في الوسط مع مدافع يمين فريق عمان، واحنا بالدقيقتين الأخيرة من المباراة، وهجمة للفريق العماني. وإلى جهة اليسار يسيطر عليها علي البلوشي، تحويلة عدنان درجال، ضربة رأس وضربة تنقطع من غانم، ممتازة مرة أخرى، يسيطر عليها الفريق العماني. و
حسين. طالب ناصر. كرة عالية. خليل محمد علاوي يخمد كرة. الدقيقة الأخيرة من المباراة. طبعا بالإضافة للوقت الضائع. خليل محمد علاوي. سالم. نحن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وصفر الحكم. تسلل ضد الفريق العراقي. تسلل. وكرة عالية. الكابتن غلام خميس يناول الكرة. سالم يتركها إلى جمعة. جمعة إلى راح يحول، يقدر يحول تحويله وضربة رأس ويخلصها خليل محمد علاوي. الدقائق الأخيرة تشهد هجوم من فريق عمان ورمية جانبية للفريق العماني وصفر الحكم معلن انتهاء مباراة العراق وعمان. انتهت أعزائي المشاهدين في الأقطار العربية مباراة العراق وعمان بفوز الفريق العراقي بأربعة أهداف مقابل لا شيء لفريق عمان. الشوط الأول انتهى بهدفين للفريق العراقي سجل